abbinato blando. يلا اللي مو عاجبه برا البث انا كذي مينونة اسولف مع نفسي. ولا الريحة ولا هلا والله هلا والله. المهم والله احس مسرحية اللي قاعد يصير بالسوشيال ميديا فيلم. طبعا هذه اللي فيديوها صار ترند وتويتر، هي مستانسة، هي تبي الترند. والله والله يا جماعة أنا أفتر وايد بالتيك توك، أطلع أشوف يعني تطلع لي إنها فاتحة بث. والله مح... أمها يدشون عندها أكثر مما يدشون عند بنتها، ما في بالبث ما في أحد. أمي يا زين طبعا أنا أمس فاتحة واليوم حارقتها جفن. اتكلم عن وحده جايبه سيره كل الكويتيات ودنيا، وما اتكلم عن احد يعني ما حد يدري عن سالفتها. فهذه سالفتها منو ما درى عنها حتى سايدنا. فلما تقولوا لي انت وانت وانت شو مسوي، انا شو مسوي؟ اطلع امي واصور امي من ورا، اسوي نفس ما هي تسوي؟ لا، اتمشى والكل كل فيديوهاتي تصويري من ورا. اقعد اطبخ لابسك لي لبس مو مال طبخ واطلع اسوي اعلان؟ خلاص سوي، بتسوين اعلان حق السنفره، شكو داش الحمام تسوين السنفره ومصوره امك شو هي تسوي؟ يعني اشياء. الحمد لله انا ما سويت شيء ولا اسوي شيء انا. والله الكومنتات انتي انتي وانتي وانتي قبر للعيا وانتي وانتي. يا عمي انا مره ينوا علي مكالمات امس، ما يا ولا امس، حلو قسما بالله انه وصل لي كابتشرات من المنسقين ان كلام قاعد يوصل لفلانه كان رضت باللي مكتوب. انا ما رضيت، ما اقدر اقول الكلام يعني مو اوكي. حلو اوكي، هدايا يعني اشياء هدايا. اذا بنوصل هالساعات بقيه شلون؟ ساعات تاخذ هدايا ولا لا؟ وقبر وين اعلانك؟ قبر نعيا، قول لنا عن الاعلان. اذا سعاد نبي نعطيها هدايا شلون؟ مو محتاجه هدايا انا، خلها دي تكلي. حتى مره يعني طبعا مو اول مره ينكتب لي، ينكتب لي شنو نسوي عشان نشوفك؟ قلت له دز حلم او دريم وتربح معانا بنعال على ظهرك. ونزل عادي يعني. يا عمي انا الشات اذا صك عندي وايد، ما ارد على احد، ما اتباهى ان شاتاتي وايد. اقدر انزل لكم كم فيو؟ اقدر. انا فيوي مره واحده مشهوره حيل معروفه وعندها محل ودنيا مصوره كابتشر كم فيو على صورتها. يا عمي انا اصور بس بالنادي، بس بالنادي ان انا خلصت دان التمرين طايفتها الفيو 10-0. بس ما اصور ان اشوفوا كم فيو كم امبي، مو قادره ارد عليكم، ما سويت شيء الا اذا صدق يعني وايد كاتبي لي واحتاج ارد عليهم على شيء معين. هني اكبتشر اقول يا جماعه شوفوا ما اقدر ارد. حتى لما شنو اقول لكم دائما لما هني ابطل كتبوا لي انستغرام، انا ما اكشخ ان عندي ناس ويكلموني ناس مو وناسه. ما راح اكل الاندومي كلها لان انا اصلا دايت، فبس ابي اجرب. صفيت الماي، بعدين حطيت الصوص، بعدين حطيت جبن. حلوة بس دايت، والله حلوة يعني. احس لو تعبانة عليها بعد شوية راح تطلع اقوى. راح ابطل كومنت، ان شفت قله ادب راح اسكره. تمام،
هذا النودلز. سو حطيت ماي شويه صفيته عشان اريد مره ثانيه احطها على النار. حطيت الصوص مالها وحطيت مالي خلق اسوي شيء طويل. حطيت جبن. وين الجبن حطيتها انا ما ادري. ما ادري ما حطيت الجبن. جبن عادي جبن مزرلة. محار ما سويت الاسود هذا محار. هذا مو حار. حطي ليمون. ما ابي اكلها كلها. انا كنت تعبانه عشان شي ما رحت. انا دايت امس انا فاتحه من ديا يمي. ما ابي. حطوا شلون؟ قبر يا الفضلي قبر نعيا. قاعد اقول امس انا فاتحه انت ما تعرف يعني هم غبي. لا 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 مو طبيعي. انا امس فتحت اليوم هذه وجبه ثانيه افتح فيها يا الفضلي. فضلي هذا مو دايت. انا مو نفسك نعيا ما تفهم الكلام يا الفضلي. قبر يا نعيا اقصد ان اليوم امس فاتحه واليوم فاتحه ما اقدر اكمل كل هالصحن يا نعيا. فهمت يا نعيا ولا اشرح اكثر؟ يعني امس انا ماكله وجبه فاتحه مطعم اسمه دياي امي بس مو امي مسويه الدياي. ادري ان انت وايد غبي فاحتمال ما تفهم حتى اسم المطعم. اسم المطعم دياي امي. في منه بالشعب البحري في منه بالعرضيه في منه كنا بالقرين ما ادري قيروان. عرفت دياي امي مو امي مستابخه دياي وكليت عيشها. دياي امي توقع انت هذا الشرح اللي تبيه صح؟ المهم هذا الاندومي انا سويتها. انا سويتها. انا امي انا اسوي اندومي اوكي. انا سويتها وما اقدر اكلها كلها عشان انا فاتحه مرتين. اتشا مستحيل. المشكله انه يعلق على شيء هو مو فاهمه شلون يعني. يعني تقعد تبين حق كل الناس انت ما تفهم. نفس الفشتي اقعد اقول لها بروح اكل دياي امي. اي حتى انا مشتهيه طباخ امي اقول لها حبيبتي.